طيب، إلى الحديث وقفنا عند قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. وفي رواية: من خلقك وخلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك. فقال له الله جل في علاه، قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليل. وهذا هو في الشاهد الذي من أجله ساق الحديث ليدل على فرضية وجوب الصلاة. قال: زعم أن علينا يعني فرض علينا، كتب علينا يعني فرض علينا، كتب علينا، التي أجهدت، نعم هي قد أصابت دم المسلم، التي أجهدت أصابت دم المسلم، مشكلتها كبيرة عند الله جل في علاه. بل أنا أرى أنها التي منعته، يعني منعت البويضة أن تخص في هذا الأمر. فقوله علينا يعني فرض علينا، أوجب علينا. وقال في رواية: أمرتنا رسلك أن نصلي في يومنا 5 صلوات. وهذا أمر بأمر النبي، هذا أمر بأمر النبي، وظاهر الأمر الوجوب. نعم، فهنا فيها أن الله تعالى قد فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن هذه الصلوات هي الواجبة. واستدل به الجمهور على أنه لا واجب في الصلوات إلا 5 صلوات، لأنه لو كان في غيرها لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هناك في رواية قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فسمى كل ما جاء بعد 5 صلوات تطوع، نافلة، سواء كانت متأكدة أو غير متأكدة. فمن قال بفرض بفرضيه العيد او الخسوف فقد اخطا وخالف نص الحديث. احمد عبد الهادي، اجمل لكم ما سالتم عنه. فاقول اخوتي: الله يهدينا واياك يا استاذ سامي، حفظك ربي واحسن الله عليك. فهنا اخوتي الكرام فيها ان قال 5 صلوات في يوم والليله، لما قال هل علي غيرهن قال: لا، الا ان تطوع. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان تطوع، دلاله على انه لا فريضه الا 5 صلوات. ولما قال له: والله لا ازيد على ذلك ولا انقص، قال العلماء: جواز القسم على عدم فعل الخير، وان لم يكن كاملا ولم يكن مستحبا، لكن جاز، لانه لو كان محرما لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا انكر عليه، وهو لم ينكر عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان صدق دخل الجنه، او قال: دخل الجنه ان صدق. وفي رواية قال: من اراد ان ينظر الى رجل من عام من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، فلينظر إلى هذا الرجل. ولذلك قال له: إن صدق، وهذه دخل الجنة إن صدق، وهذه فيها دلالة على أنه من أولياء الله الصالحين. يعني مراتب الولاية كثيرة تتفاوت نسبتها، أولها وأعظمها وحجر الزاوية عندها هو أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات، يكون وليا، نعم يكون وليا من أولياء الله، وإن عصى تاب ورجع وأناب أو 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 رزق ما يكفر به، فيكون من هؤلاء الذين رفع الله قدرهم بأن يدخل الجنة من أول وهل، من أول وهل. أحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم. الفوائد المصمتة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحابة في الحرص على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال والجواب والانتباه إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، التجديد في السؤال على العالم يزيده صبرا وحلما، هذا أصل الأصول، الدلالة على وجود الله بآثار ربوبيته. قال له قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. الله أرسلك. مكانة الصلاة من الإسلام، هي ركنها الأعظم بعد الشهادتين. الفرق بين الفريضة والنافلة، الفرق بين الفريضة والنافلة. الفريضة يحاسب عليها المرء عقابا وثوابا، والنافلة لها الثواب ولا عقاب على تركها. نجاة المرء دائرة على صدق قلبه ولهجته، نجاة المرء دائرة على صدق قلبه ولهجته. لذلك لما قال له والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: دخل الجنة إن صدق، قال: دخل الجنة إن صدق. ولذلك لما قال له ما بايعتك على ذلك، ما أكثر عليه، قال: أصدق الله يصدقك، ما في شيء فوق ذلك، أصدق الله يصدقك. الله المستعان، الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، الله يجعلنا من أعلم الناس به، ومن أعظم الناس خشية منه، ومن أعظم الناس عملا وسرعة إليه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.